بتنظيم من فرع الاتحاد الرياضي وبالتعاون مع مديرية الثقافة وجمعية المودة الخيرية ومشروع سوا شباب، اختتمت في محافظة الحسكة بطولة رياضة الشطرنج للفئات العمرية من 6 إلى 12 عاماً. من واجب المشروع أنه نحن ندعم الألعاب الفردية والألعاب الجماعية بالنسبة للرياضة لتنمية وتطوير مهارات الشباب واليافعين. البطولة تميزت بالأداء الرائع، وتأتي أهميتها للتحضير للبطولة الجمهورية التي ستقام في محافظة اللاذقية خلال الفترة القادمة. شارك بالبطولة 30 لاعبا من فئة 6 سنوات حتى فئة 12 سنة، كانوا متميزين جدا. شكر للأهالي، الأهالي وصلوا لمرحلة أنه صار الاهتمام الشطرنج كثير متميزين فيه. نظام اللعب كان من السويسري من 7 جولات، الوقت 20 دقيقة زائد 10 ثواني تراكمية. كانت بطولة ناجحة الحمد لله. نحن طبعا بس في نقصنا في بعض الأمور في محافظة الحسكة، هو الاحتكاك وبعض التجهيزات، لكن بشكل عام الحمد لله كانت البطولة ناجحة، وفي كان عدد مشاركين كبير وحدود 30 لاعب. المشاركون أكدوا أن البطولة تميزت بالتنافس القوي والجميل خاصة في المراكز المتقدمة، حيث تم تبادل الخبرات بين اللاعبين. أريد أشارك بطولة الجمهورية ونسافر على اللاذقية ونحقق مراكب كبيرة، وأتمنى أنه أكون لاعب شطرنج. صار لي 3 سنين عم بدرب شطرنج، من أصل 9 جولات فزت 3 جولات، وأتمنى أطلع على بطولة الجمهورية. المركز الأول حققه كل من اللاعبين أدهم حسن وعمر حسن، فيما فاز بالمركز الثاني اللاعبان تيم حسن وهشام الشاهر، فيما حل ثالثا كل من اللاعبين هيثم الخلف وميسم الخلف. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.